السيد تعوط ما يمشي يخلص البنكة 15 مليار اللي غيسيزيو البروجيات، جالس تيدير ندوات صحفيين مع الناس. هاد السيل الورادي تعوط ما يمشي يخلص واحد 15 مليار البنكة اللي غتسيزي البروجي، تيقول لهم غندير لي ترافو. لي ترافو واش شي واحد مسطي غيدير لي ترافو في البنكة؟ ما استدعانا ما والو، مسطي هذا مسطي اللي تيقول لهم غنمشي ندير لي ترافو والبنكة غتدخل تسيزي البروجي. باش يمشي يخلص البنكة هي الأولى، حمق هذا ولا بعقله؟ وجالس تيفرق في الفلوس، تيريزيرفي الندوة الصحفية في أوتيل فرح ويريزيرفي في أوتيل الديوان، وتيفرق لي زونفلوب أدروات أكوش، فلوسي أنا هذوك اللي جالس يفرق فيهم. نعلة الله وعليك الورادي في هذا النار. أش من خليني ساكت، هاد البلاد كلها. لا الملف مازال امام القضاء، مازال هما عطوش. وكيفاش قريتي قريتي انت الجورنال البارح ديال الصباح؟ قال لك صيفطوا تفتيشيه، كاتبين القاديره تبازا على واحد الرابور ديال واحد السيد اللي مشى نهار 18 للمشروع، المشروع راه في واحد الحاله كارثيه. يمشي يخلص البنكه 15 مليار. ما علموناش، هذا جامع الناس وجالس باغي يكذب داك الكذوب اللي كان يكذب علينا. راه دخلنا عند العميل من 2015 هو تيكذب علينا، راه عيانا بالكذوب. كم اخوان، انا من هذه اللحظه متواجد بشارع ولا زنقه نيموجا بموشيجور امام واحد العماره 115 اللي كان أقيمت فيها واحد ندوة صحفية من طرف الورادي نوفل، الورادي نوفل الذي اختلس ما يناهز بالدليل والحجة. نعم. ما كانوش علمينا، لأن كيما الناس يوصلوا الهضرة من عنده النيت. السي هذا نوفل عرض على 40 صحفي وما يزيد افيك دي زونفلوب، الصحافة الصفراء كما تنقولوا، اللي دخلت وكان الحضور اللي كان تاع الورادي والمحامي ديالو، اللي من اجل تلميع صورة الورادي من بعد هذا الصراح المؤقت. هذه الصحافة تقول في طياتها، تقول الكثير من الكلام. لا مشينا نشوفوا هذا السيد اللي كان عنده نية حسنة، كون عيط على جميع المنخرطين، ولا يعيط على ما يقول كما تيدعي. طلبنا الورادي الحبس، الورادي هو اللي قلب على الحبس، حنا عمرنا ما درنا ليه شي حاجة اللي يدينه، هو اللي دان نفسه بالتصرفات ديالو، بالاختلاسات ديالو، لأننا من حدانا وصلنا درنا معاينة للمشروع، درنا معاينة للحسابات بالخبراء بكل شيء، ولقينا الهفوات والثغرات واختلاسات، وماشي اختلاسات، ما بالك أن في 2013 بدا المشروع وبدا التسويق ديالو في 2012 خد كريدي ما كانش محتاج ليه، علما بان الوداديه ما عندهاش الحق تاخذ كريدي الا في الضروره حسب لو ستاتيو اللي داير هو، اللي ما عمرنا ما طالعنا عليه. هاد السيد ما كانتش عنده نيه صافيه، وما كانتش عنده نيه باش يكمل المشروع، وماشي حنا اللي تورطنا معاه، راه كاين معاه ثلاثه جايب معاه في لاكتيف ديالو ثلاثه مشاريع كبار، حتى شي واحد ما كملو. فلا يعقل تدوز عامين من الحبس وهذا باغي يرجع سميتو. بالعكس دابا انا تنقول غادي تعينوا على الارض الثانيه، تعينوا على لو كان باغي يقضي لنا المصالح ديالنا، يحيد لنا شي اول حاجه يمشي لاليديك، قبل من لاليديك يمشي يدير حل ديفينيتيف مع لا بونك، يحيد علينا الرهونات. لان ما لا يعقل انني انا مخلص لابارتمون ديالي 100% زائد ما سمي بالمتراج اللي نعرنا فيه، لان المتراج تيكون تتتالي الاشغال
فاهمة عادة تيطالب. خلصنا ونبقاو ديما مازال تابعنا البنك بما ما يناهش لحد الساعة 15 مليار. يخصو يدير حل مع البنكة، ماشي حل ترقيعي كي تيدير يعطيوني واحد لي سيونس عامين ولا ثلاث سنين، لا يجيب لنا لا مان لوفي لجميع المنخرطين، يعني أن الأرض الأولى والأرض الثانية ما بقاش فيها رهونات. ثانيا يخصو يشوف لنا لا ليداك لا فيردي. لا يعقل أن دور احنا ما تنقولوش ما كايناش سميتو، ما تنقولوش بأن ما دايرش، راه كاينين عمارات، كاين لي كروجوفر، ولكن لي كروجوفر راه ناقصهم لا فيردي. لا فيردي هي لا ليداك، يعني لا يعقل دار طالعة وما فيهاش الماء والضوء، ما فيهاش كوابل، كومسا ما فيهاش كوابل. واش حنا دابا في عصر لا بغيتي الماء في العوينة، حتى العوينات ما بقاوش، لا بغيتي دير تمشي فين البحر، هادشي بزاف. دونك يعني حنا تنطالبوا صاحب الجلالة اللي هو الأول والأخير، هو الملاذ ديالنا، هو من عند تنترجوه من عنده الخير، تنترجوه من عنده يفك لنا هذه الأزمة اللي حنا فيها، تنترجوه يفك لنا ويفك، لأن لفكنا راه فيها مصلحة البلاد، لأن البلاد راضية علينا هاد الورادي ورباعته. خويا حنا كنتفاجئوا من حكمة تاع السماح خاصو صراحة مؤقت، كنسمعوا جايب دير ندوة صحفية، أشنو غايقول لهم؟ حنا عارفين واش غايقول، غايقول مشوشين، غايقول مشوشين ما خلاونيش نكمل. وإيماجين نكون عارف شوية لوجيك، مشروع كدوب قد السخط وما غاديش أن بيجي باش تعرف شحال غيتكلف وشحال غيتقام ومتى غيتسالي ومتى غيدير. وتصور جا دار الحيوط وليداك اللي هما القواد اللي دابا غتمشي معايا المشروع غتشوف لي كاف غارقين بالماء بهاد الخيرات اللي طاحت على سيدي ربي، غتلقى هذاك البروجي كل عام على عام كيزيد يديكرادا. ايماجين في العود ما يجي هنا يمشي يخدم يجبد دوك الفلوس يمشي يخلص البنكه يرد الناس فلوسها، جاي باقي قال لك باغي يدير ندوه صحفيه، باغي يدير ندوه صحفيه. حنا بغينا نشدوا الزمام امور بيدينا حنايا. حنا كاينين الناس المخرطين اللي عندهم كفاءات اللي يقدروا يزيدوا بهذا المشروع لقدام، اذا به كيجمع واحد المنخرط ماش عرفنا المنخرط ولا ما عرفت الله اعلم، كيجيو كيقول لك هادو هما المنخرطين وكيدافعوا عليه. ابتدائي اخويا كاين دلائل انه نصب، كاين دلائل في المحكمه الابتدائيه، حنا حضرت كاع جلسات المحكمه الابتدائيه. صراحه راه كان كيهضر مع القاضي تما كيبقى مهبط راسو الارض، مهبط راسو الارض. جينا لهنا في محكمه الاستئناف، ما حنا كنتسناو انه يكون واحد العدل نزيه يشوفوا لينا حل. دابا حنا وصلنا لواحد النقطه ما بقيناش باغيين ندوك الديور، باغيين نعرف فلوسنا. كيجي كيقول لك واش تشاري شقه ولا شاري مشروع، ما بقيتش باغي والو، باغي غير فلوس يا سيدي، باغي فلوسنا ونمشيو بحالاتنا، هذا الشيء اللي باغيين حنا. وحنا راه ما نتفكوش، حنا راه كل نهار بغا نوقفوا هنا غنوقفوا هنا كل نهار، تيلقاو معنا حل. هذا الشيء اللي كاين، حنا ما حنا سلميين، ماشي الناس ديال الفوضى، ما باغي لا صداع لا والو، بغينا الحق ديالنا يرجع علينا. رزقنا ورزق وليداتنا ورزق المنخرطين. الوداديه عاد ولينا كنعرفوا، حنا ما كناش عارفينها وداديه، فاش عرفنا وداديه عاد عرفنا شنو التضامن، ولينا كنعرفوا الاخوان اللي قلبهم ابيض اللي قلبهم اللي باغي الشر لهاد البلاد هادي. هذا راه الاقتصاد، هذا راه شوينا في العالم. وتصور دابا كيقول لك لي زانفستيسور غيجيو للمغرب، واش غيجيو للمغرب لي زانفستيسور يجيو يشفروهم؟ واش غيجيو للقضاء غينصفهم؟ هذا الشيء راه غادي ولينا كنزعوا يدينا الله وكنطلبوا يا ربي تغفر لينا وتعطينا حقنا، هذا الشيء اللي ولينا باغيين.